هل الدعاء يمنع القضاء؟ الدعاء من القضاء، الدعاء من القضاء، فالذي أمر بالدعاء والله سبحانه وتعالى في قوله ادعوني أستجب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو الذي قدر وقضى المقادير سبحانه وتعالى. فالدعاء من قدر الله، هو الذي قدر أن هذا العبد يدعو وأن الله يستجيب له ويصرف عنه السوء، أو يستجيب له ويجلب له النفع والخير.